ما هو المشكله مدام في حكايه الميراث، نرجعوا هذايا خاطر لا بوليميكا في جروس في الفيسبوك توا. الميراث في الوضوء اللي هو ركن من اركان الصلاه، اللي هو ركن من اركان الاسلام، فين في القران يعطيك ثلاثه اسس نتاعو. الميراث مفصل في القران، يعني بالتفاصيل، التفاصيل نتاع التفاصيل في القران. يعني هذا اللي خلى الشعب التونسي غير لا يقبل، الشعب التونسي ما قال حتى شيء، سامحني، وحتى واحد ما هو الشعب التونسي، والشعب التونسي حتى حد ما يفرض عليه، والشعب التونسي هو يختار. وجمعية الديمقراطية، جمعية مثلا 100 امرأة، لازم يكون 100 امرأة مثل الشعب التونسي، حتى انسان مثل الشعب التونسي. هذه مواضيع تتناقش كما اي موضوع، وتنجم الشعب التونسي يقتنع كما يقتنع، هو حر. حتى الشعب التونسي عمره ما جاء قال الانسان ممنوع عليك، الشعب التونسي خشيرة، الشعب التونسي عمره ما جاء قال الانسان الموضوع هذاك ممنوع، عمره الشعب التونسي حاشي. فما ناس نصر في روحها، فهمت، حرات حرات، مش نقولش في موضوع اخر، على حرية التعبير. انا بالنسبة لي ما عدا معناها اركان الدين هي كلها تجب تناقش تفسير، فما يقول لك هذاك اصول، فما يقول لك مش اصول، فما كلام مش انا مختصه، مش دوري، وماهوش دوري زاد، راه انا اعطي رايي، انا اعطي رايي، انا نقول قبل النقاش، لكن مش انا دوري، فما ناس مختصين، فما ناس يعرفوا الموضوع هذا، خليهم ياخذوا شبيني انا وقت عهد الرسول ومن بعد الرسول حتى وقت الخلفاء وكذا، كانوا المسلمين يناقشوا كل شيء، شبيك تخلفنا احنا، شنو التخلف هذا؟ اليوم احنا اقل من اللي كنا 15 قرن التالي و14 قرن و13 قرن، كانت الناس تتناقش وكانت فما مدارس، مش مدرسه واحده، والشريعه اللي كيقولوا الشريعه الاسلاميه ماهيش موحده، وكيجينا من واحده، راهم فماش نقاشات هذا الكل، راهم فماش قاعدين في مدرسه، قاعدين عندنا من المدرسه احنا في الاسلام، قاعدين عندنا من فكره في الاسلام، علاش كانوا تردونا فكر واحد كما الحزب، ماهوش حزب راه الدين، راهو مقدس، ومقدس معناها هو ملك الناس الكل، والناس الكل تناقشوا ناقشوا في مساق الاحترام، ما فيش واحد نفس الشعور، هذا كان حق شيء، اما كي نقول انا راه الشريعه الاسلاميه راه فيها نقاش في حاجات، فهمت، وخلي الشعب هو يحسن، اوكي، والحاجه اللي خليني قلت لك انا نعتبر الحمله ماهيش هدف مساحه دفاع عن الشعب ولا حاجه، هدف مساحه تشويه لنساء ديمقراطيه. ماشي مساج تحب توصلوا واحد انا عندي حاجة. انا عندي فكره رساله مركز صراحه، اليوم راهي حريه التعبير معناها حريه الاخر قبل حريتي انا، يعني انا نحب نعبر ونحب كل تونسي يعبر، اما راهو الحاجه اللي مش مقبوله انه الطرق اللي كانوا يستعملوا فيها في عهد النظام بن علي، وراهو نفس اللغه اللي كانت تقال عن نساء ديمقراطيات كل ما ياخذوا موقف من مثلا معينه حريه مرأة ولا اي حاجه، راهو نفس الطرق ونفس العبارات. نحب نجيب لك نهار كان عندك وقت نجيب لك جرايد راهو كاينهم نقل عليهم وعاود، راهو مش هذه الحريه، الحريه ناقشني في فكرتي وانا ما قلقنيش اي فكره، صدقني نحب الحريه والتعدديه، انا كي نلقى ناس مثلا متقلق، كي نلقى ناس مختلفين نفرح، نحب الاختلاف والنقاش، لكن نحترموا بعض، راه حتى واحد ما عمل حتى واحد، وكان جا عندنا الحقيقه، راهو ما حكمش فينا بن علي 10 سنين، كان جينا كنا هذوما فاهمينها وعندنا الحقيقه، راهو ما حكمش فينا 10 سنين، ما وصلش الفساد هذاك، كرنا كنا كل واحد منا عنده تعريف الحقيقة، ورانا نبيو بلادنا، نخمو في بلادنا، وتصفية الحسابات الخاصة، أنا ما تضرنيش، أما تضر الديمقراطية، تضر التوانسة، صدقني إذا التوانسة هذه هي النظرة الحقيقية مع الديمقراطية، راهو التوانسة هم الخاسرين، أنا ما نخسر شيء، أنا حقيقة نتاع ربي لبست عليا، وخدمتي وعائلتي، والحمد لله، وبلادي عطاتني كل شيء، ونحب كيما عطاتني تونس نحب نعطيها، كيما عطاتني زغوان نحب نعطي زغوان. We'll be right back.